الرئيس السيسي يوجه باستكمال خطوات معرض تراثنا 2022 لمشاركة ممثلي كافة محافظات الجمهورية. مدبولي يلتقي وفد المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي ويؤكد تطلع الحكومة المصرية لأفاق أرحب من التعاون بين الجانبين. روسيا تهدد بضرب مراكز صنع القرار بكييف رداً على تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال الخطوات المتخذة في سلسلة معرض تراثنا لمشاركة ممثلي كافة محافظات الجمهورية، خاصة المحافظات الحدودية، بما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية. من جهة أخرى، وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في جهود تطوير منظومة الموانئ البحرية المصرية وفق أعلى المعايير لتحقيق أقصى استفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر بالتكامل مع محور قناة السويس. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض نشاط جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وقد استعرضت السيدة وزيرة التجارة والصناعة في هذا الإطار أداء الجهاز خلال الفترة من يناير 2021 حتى مارس 2022، والتي تضمنت حوالي 200,000 مشروع وفرت مئات الآلاف من فرص العمل بكافة القطاعات التنموية، فضلاً عن مشاركة الجهاز في العديد من المبادرات القومية، خاصة مبادرة حياة كريمة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الشق الخدمي في المبادرة والمتعلق بالدورات التدريبية للشباب لتطوير المشروعات الصغيرة والتعريف والتشجيع لفكر العمل الحر، إلى جانب قيام الجهاز بتقديم خدمات الشباك الواحد لتأسيس المشروعات، وكذلك المشاركة في المبادرات القومية الأخرى المتنوعة مثل البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ومبادرة المجمعات الصناعية التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية الصغيرة بالقطاعات الواعدة على مستوى المحافظات، وكذلك مبادرة تطوير الصناعات الحرفية والتراثية. كما استعرضت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الموقف التنفيذي لمعارض منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القاهرة ومختلف المحافظات، إلى جانب المعارض الخارجية المتنوعة التي تم تنظيمها خلال تلك الفترة في كل من البحرين وجنوب السودان والأردن وجنوب أفريقيا. كما تم عرض التحضيرات الخاصة بدورة العام الجاري من معرض تراثنا 2022، والذي يستهدف دعم صغار مصنعي الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ تسويق لمنتجاتهم، حيث وجه السيد الرئيس باستكمال الخطوات المتخذة في سلسلة معرض تراثنا لمشاركة ممثلي كافة محافظات الجمهورية، خاصة المحافظات الحدودية، بما يساهم في ترسيخ الهوية الوطنية. كما استعرضت السيدة نيفين جامع جهود التحول الرقمي في جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لا سيما من خلال منصة المشروعات الصغيرة، والتي تهدف إلى إنشاء بنية معلوماتية تعمل على إتاحة كافة المعلومات والخدمات والمبادرات المقدمة إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة من الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص. وقد وجه السيد الرئيس بإسناد تشغيل المنصة الإلكترونية للتحول الرقمي لجهاز المشروعات من قبل أحد بيوت الخبرة العريقة في مجال إدارة منصات رواد الأعمال، وذلك لإثراء المحتوى الرقمي بها والترويج المتطور لمنتجاتهم مواكبة لاحتياجات السوق. وتم أيضاً خلال الاجتماع عرض أهم الإجراءات التنفيذية الخاصة بتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020.
كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية، وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في جهود تطوير منظومة الموانئ البحرية المصرية وفق أعلى المعايير لتحقيق أقصى استفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، بالتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وبما يساعد على تعظيم عملية التبادل التجاري مع مختلف دول العالم. من جانبه عرض الفريق كامل الوزير الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة، خاصة مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير والذي سيضم ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة والميناء الأوسط بمنطقة المكس، بما في ذلك مستجدات إنشاء البنية التحتية لساحات التخزين الجديدة ومحطة تحيا مصر متعددة الأغراض، إلى جانب حاجز أمواج كبير ومناطق لوجستية مختلفة، وكذلك إعادة تأهيل رصيف الخدمات البحرية بالميناء. كما تم عرض سير العمل في مشروعات ميناء سفاجة، وكذلك الموقف التنفيذي الخاص باستكمال وتطوير ميناء العين السخنة الذي سيتم ربطه بشبكة خط القطار الكهربائي السريع. وعرض الفريق كامل الوزير أيضاً مشروعات تطوير ميناء دمياط، بما في ذلك تعميق الممر الملاحي وإنشاء محطات الحاويات متعددة الأغراض. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض الموقف التنفيذي لتطورات المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، إلى جانب مستجدات الأعمال التنفيذية الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف LRT، والذي يبلغ طول مساره حوالي 103 كيلومترات ويبدأ من المحطة التبادلية عدلي منصور، ثم يمتد إلى كل من مدينة العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، ومن ثم سيساعد على إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى. وقد وجه السيد الرئيس بإيلاء أهمية لتطبيق أحدث الأنظمة التكنولوجية الخاصة بشبكات الاتصالات لربط محطات القطار الكهربائي الخفيف. أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وزيمبابوي، معربا عن تقدير مصر للدور المهم الذي تقوم به زيمبابوي في القارة الإفريقية ومنطقة الجنوب الإفريقي. جاء ذلك خلال استقبال مدبولي كونستانتينو شيونغا نائب رئيس زيمبابوي وزير الصحة والوفد المرافق له. وأشار مدبولي إلى التوجيهات الرئاسية بتعزيز التعاون مع دول أفريقيا ووضع إمكانيات مصر في خدمة الأشقاء الأفارقة في كل المجالات. من جانبه أكد نائب رئيس زيمبابوي حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات وعلى رأسها المجال التجاري. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الشراكة المتميزة التي تجمع مصر والبنك الدولي، حيث تبلغ قيمة محفظة التعاون بين الجانبين 5,930,000,000 دولار في عدة قطاعات. وأعرب مدبولي خلال استقباله وفد المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي عن أمله في أن تخرج هذه الزيارة بنتائج بناءة وملموسة، وأن تفتح أفاقا أرحب لمزيد من التعاون بين الجانبين. وتطرق رئيس الوزراء إلى أهمية استكمال برنامج التعاون الإنمائي بين مصر والبنك الدولي بشأن تمويل سياسات التنمية في أقرب وقت ممكن في ضوء الظروف الاقتصادية العالمية. كما أشار إلى أن الحكومة المصرية أتمت بنجاح جميع الإجراءات اللازمة لاستكمال برنامج تمويل سياسات التنمية، وهي في انتظار استكمال التعاون مع البنك بشأن البرنامج. في سياق آخر، رحب مدبولي بالمشاورات الجارية لإعداد إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي، موضحا أن إطار الشراكة سيركز على خلق مزيد من فرص العمل والوظائف في القطاع الخاص وتحسين مخرجات الشمول وتنمية الموارد البشرية.
كما أضاف أن الحكومة المصرية تتطلع إلى التعاون مع البنك الدولي لدعم تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، لافتا إلى أن مصر تعتزم الاستفادة من رئاستها القادمة لمؤتمر كاب 27 وقيادتها للعمل المناخي العالمي لتعزيز الشراكة بين القطاعي العام والخاص والاستدامة والنمو الأخضر وتحقيق انتقال عادل نحو الاقتصاد الأخضر. واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وتمكنت خلال شهر من تحقيق نتائج إيجابية، حيث نجحت في ضبط 5151 قضية مواد مخدرة. تواصل أجهزة وزارة الداخلية مكافحتها لجرائم الإتجار وجلب المواد المخدرة، ونجحت في تحقيق نتائج إيجابية في هذا الإطار. أسفرت تلك الجهود على مدار شهر عن ضبط 5151 قضية مواد مخدرة، وقد تنوعت المواد المخدرة المضبوطة في تلك القضايا، حيث تم ضبط قرابة 2 طن من مخدر البانجو ونحو 557 كيلوغرام لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين تزن نحو 156 كيلوغرام. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 81 كيلوغرام من مخدري القات والستروكس، وأكثر من 24 كيلوغرام من مخدر الآيس، وقرابة 7 كيلوغرامات من مخدري الأفيون والفودو. وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة، تم ضبط أكثر من 109 ألف قرص مخدر لعقار الترامادول، وقرابة 13 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون، ونحو 88 ألف قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب90 مليون جنيه. وعلى صعيد التصدي غير المباشر لجرائم الإتجار بالمواد المخدرة، وهي حرمان الضالعين في هذا النشاط الإجرامي من الأموال المتحصلة منه، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 قضايا غسل أموال بقيمة إجمالية بلغت قرابة 1,273 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة. كما اتخذت الإجراءات القانونية حيال 9 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان. هذه النتائج الإيجابية المحققة على صعيد المجابهة الشاملة لجرائم الإتجار في المواد المخدرة وما يرتبط بها من غسل الأموال تؤكد جاهزية واحترافية وقدرة الأجهزة الأمنية على حماية البلاد من محاولات إغراقها بالمواد المخدرة. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 403 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 56 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 24 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 12 طنًا. أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 604 قضايا من بينها 174 قضية خبز ناقص الوزن و188 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 12 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 66.5 طن أقمح محلية. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن التكامل الاقتصادي بين مصر والعراق والأردن يعزز قدرات الإطار الثلاثي سياسيا واقتصاديا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه العراقي والأردني في بغداد، أشار شكري إلى مواصلة التواصل والتنسيق بين الدول الثلاث بشأن مختلف القضايا. تأكيد أن هذه فرصة سانحة لنؤكد مرة أخرى التوجيهات لدى قيادات الثلاثة بلدان والإرادة السياسية القوية لتعزيز هذا الإطار
من التعاون الثلاثي المصري العراقي الأردني لخدمة مصالح الشعوب الثلاثة على أرضية راسخة من التاريخ المشترك والحضارة والعلاقات الحميمة التي تربط على المستوى الشعبي، ولكن أيضا العلاقة الطويلة التي تربط بين المؤسسات في الدول الثلاثة. هذا وأوضح شكري أن التواصل والتنسيق بين الدول الثلاث إزاء القضايا الإقليمية والدولية يعد بمثابة علاقة متكاملة، مؤكدا أن الدول الثلاث تسعى إلى التأثير وتعزيز المكانة والقدرات السياسية لمصر والعراق والأردن لتحقيق الاستقرار والحفاظ على المصالح السياسية والاقتصادية المشتركة. نحن نعمل سويا لتعزيز ذلك. بالتأكيد كما تفضل معالي الوزير أنه تبحثنا وكان لنا شرف أن نستمع لرؤية فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء وأن نتداول فيما بيننا حول الأوضاع الإقليمية والأوضاع الدولية والتحديات العديدة التي تواجه دولنا الثلاثة، واقتناعنا الكامل بأن هذه التحديات نستطيع أن نواجهها بقدر أكبر من النجازة والقدرة من خلال هذا التعاون فيما بيننا، بما يحقق مصالحنا المشتركة ويعزز من تكوين رؤية موحدة لكيفية التعامل مع هذه التحديات والتغلب عليها. وخلال المؤتمر الصحفي قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إنه بحث مع نظيريه المصري والأردني تداعيات الأزمة الأوكرانية وأثرها على الدول الثلاث، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت أيضا مستقبل العمل المشترك في الإطار الثلاثي. في هذه المرحلة نواجه جميعا تحديات كبيرة وعديدة، وبعد التحدي الكوني في مواجهة مرض الكورونا بدأنا نتحدى أيضا تحدي ليس أقل خطرا من مرض الكورونا، وهو تحدي الحرب. صحيح أن الحرب الروسية الأوكرانية جغرافيا لها علاقة بأوروبا، ولكن أبعاد هذه الحرب تؤثر على الكثير من الدول والعديد من المجتمعات، ومن ضمنها المجتمعات والدول في هذه المنطقة. من جانبه أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ضرورة التعاون المشترك بين كل من مصر والعراق والأردن من أجل زيادة القدرة على مواجهة التحديات الكثيرة والمتنامية في المنطقة. نحن هنا في سياق متابعة آلية التعاون الثلاثي التي أطلقتها قياداتنا سبيلا من أجل تعزيز عملنا المشترك خدمة لشعوبنا وخطوة مؤسساتية ممنهجة لتحقيق الأفضل في جميع مجالات التعاون الكثيرة والمتاحة أمامنا. استقبل الرئيس العراقي برهم صالح وزير الخارجية سامح شكري ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين شكري والصفدي نقلا تحيات الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني إلى الرئيس العراقي، وأكد على الاهتمام البالغ الذي توليه مصر والأردن لتعزيز أوجه التعاون المختلفة مع العراق الشقيق، سواء في أطرها الثنائية أو غيب عبر آلية التعاون الثلاثي باعتبارها نموذجا للشراكة الاقتصادية. من جانبه أعرب الرئيس العراقي عن اعتزاز بلاده بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية بين الدول الثلاث، وحرص العراق على الدفع قدما بها إلى آفاق أرحب على نحو يلبي تطلعات شعوب الدول إلى الازدهار والتنمية. كما استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى القادمي كل من وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأردني الوزير أيمن الصفدي، تناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الثلاثي في مجالاتها المختلفة،
خاصة في مشروعات التعاون الاقتصادي والتجاري والبناء على ما تحقق من زخم في إطار القمم التي تجمع القيادة السياسية في مصر والأردن والعراق، وما يصدر عنها من تكليفات بالمضي قدما في تعزيز أواصر العلاقات في كافة المجالات والمشروعات التي تحقق التنمية المشتركة، وعلى نحو يضمن المردود المباشر والناجز لتلك المشروعات على شعوب الدول الثلاثة. كما تم خلال اللقاء مناقشة التعاون الأمني والدفاعي المشترك ضد التنظيمات الإرهابية، والتأكيد على استمرار التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا الإطار بما يضمن توفير بيئة آمنة للازدهار الاقتصادي. وخلال زيارته إلى العراق، التقى وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأردني أيمن الصفدي رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي. بحث شكري والصفدي مع محمد الحلبوسي العلاقات الأخوية الوثيقة بين الدول الثلاث والقضايا ذات الاهتمام المشترك. أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن لدى روسيا الحق في ضرب مراكز صنع القرار الأوكرانية التي حولت استخدام راجمات الصواريخ بعيدة المدى ضد بلاده. وأوضح نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن بلاده تحتفظ بحقها في إبعاد تهديد أوكرانيا عن روسيا ومنطقة دونباس إلى مسافة تساوي مسافة التدمير المحتملة للصواريخ الجديدة، إلى جانب الحق في ضرب مراكز اتخاذ القرارات باستخدام مثل هذه الأنواع من الأسلحة ضد روسيا. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن روسيا سترد على الإمدادات الغربية من الأسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا من خلال تكثيف جهودها لدفع القوات الأوكرانية بعيدا عن الحدود الروسية. هذا ووصف لافروف قرار عدد من دول الناتو بمنع طائراته من المرور عبر أجوائها إلى صربيا بأنه غير معقول، لافتا إلى أن المحادثات الأمنية مع الولايات المتحدة ليست قريبة. القرارات التي اتخذها بعض أعضاء حلف شمال الأطلنطي والقرارات التي حلت دون زيارتي إلى صربيا بالتأكيد لا يمكن تصورها، وأنا أتفهم الاهتمام الذي تبدونه لتقي من لهذه الأمور المشينة، فهذه الخطوة كانت حرمانا من حق دولة ذات سيادة في تنفيذ السياسة الخارجية، وهذا دليل آخر واضح للغاية حول المدى الذي يمكن أن يذهب إليه حلف الناتو والاتحاد الأوروبي في استخدام أكثر الأساليب انحدارا للتأثير على أولئك الذين يسترشدون بالمصالح الوطنية وغير المستعدين للتضحية بمبادئهم وكرامتهم من أجل القواعد نفسها التي يفرضها الغرب بدلا من القانون الدولي. قال رئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن ما يصل إلى 75 مليون طن من الحبوب قد تكون عالقة في أوكرانيا بحلول خريف هذا العام. يأتي هذا في حين بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع زيلنسكي جهود إنهاء الحصار الروسي على صادرات الحبوب الأوكرانية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، حيث تم بحث المفاوضات الدبلوماسية الجارية من أجل تحقيق ذلك. أطلقت القوات الجوية لحلف شمال الأطلنطي والدول الشريكة له مناورات عسكرية في سماء دول البلطيق. وجاء في بيان صدر عن مركز الخدمة الصحفية لمقر قوات الدفاع الإستونية أن التدريبات الجوية لحلف الناتو ستستمر لمدة 4 أيام بهدف ضمان أمن المجال الجوي لدول البلطيق وإجراء الاتصالات والتحكم مع التدريب على حالات فقدان الاتصال ومرافقة الطائرات وعمليات البحث والإنقاذ. أمرت وزارة العدل الأمريكية بمصادرة طائرتين يملكهما رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش. وأشارت وزارة العدل الأمريكية إلى استخدام الطائرتين في انتهاك للعقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية. وقالت الوزارة في وثائق قضائية إن الطائرتين توجهتا إلى مناطق روسية في وقت سابق هذا العام في انتهاك لقيود أمريكية على التصدير. We'll be right back.
قال وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف إن روسيا دعت مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة إلى اتخاذ إجراءات منسقة للتصدي للمخاطر الاقتصادية العالمية. وأبلغ سيلوانوف اجتماعا لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزي لدول بريكس أن التجديد العالمي للسياسة النقدية وقيام الغرب بتنفيذ سياسة لم يسبق لها مثيل للعقوبات ضد روسيا يثيران مخاطر ركود تضخمي عالمي وأزمة في الغذاء. قالت رابطة الأعمال الأوروبية إن مبيعات السيارات في روسيا هوت بنسبة تصل إلى 83.5% في مايو الماضي إلى مستوى تاريخي منخفض آخر. وأضافت الرابطة أن مبيعات السيارات في روسيا الشهر الماضي بلغت 24.268 مركبة فقط، مشيرة إلى أنه قبل عام سجلت المبيعات 6 أضعاف هذا الرقم. وعمدت شركات غربية كبرى لصناعة السيارات إلى تعليق عملياتها أو مغادرة روسيا منذ سريان العقوبات في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. قالت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي إن الحد من التضخم مسألة أكثر تعقيدا من أن تعالج بالتركيز فقط على الرسوم الجمركية المفروضة على الصين. وقالت إنه من المهم طرح نهج استراتيجي أكثر تعمقا وتصميما للعلاقات التجارية الأمريكية الصينية، مشيرة إلى أن التضخم مفزع ويضر بالقدرة الشرائية للأمريكيين. وأضافت ممثلة التجارة الأمريكية أن أدوات التخفيف ومعالجة هذا التضخم يجب أن تراعي أنها مسألة أكثر تعقيدا. ارتفع التضخم الرئيسي في تايلاند بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعا في شهر مايو الماضي، حيث وصل إلى أعلى مستوى له لما يقرب من 14 عاما. وقالت وزارة التجارة في تايلاند إن مؤشر أسعار المستهلكين قفز بنسبة 7.1% عن العام السابق متجاوزا كل التوقعات. التاسعة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. البرهان يجدد التزامه باستكمال المرحلة الانتقالية وصولا لمرحلة التحول الديمقراطي. استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير الداخلية توفيق شرف الدين. وأوضحت الرئاسة التونسية أن اللقاء تطرق إلى الوضع العام في البلاد وجهود إنجاح الاستفتاء المقرر الشهر المقبل. جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان التزامه باستكمال المرحلة الانتقالية وصولا لمرحلة التحول الديمقراطي. جاءت تصريحات البرهان خلال لقائه ممثل الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيجاد للاطلاع على ترتيبات بدء الحوار المباشر المقرر له بعد غد الأربعاء. وأكد البرهان دعم الحكومة السودانية ومجلس السيادة لجهود الآلية الثلاثية لدفع عملية الحوار بين الفرقاء السودانيين لتحقيق الوفاق الوطني وحل الأزمة السياسية الراهنة. وهذا وقد أعرب العليمي عن تقديره لدولة الكويت لتقديم الدعم للشعب اليمني وقيادته السياسية في مختلف المراحل، بما في ذلك المساعي الكويتية الحميدة لإحلال السلام والاستقرار في اليمن. نجا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من اقتراع لسحب الثقة في البرلمان بحسب وسائل إعلام بريطانية نقلا عن مصادر مقربة من جونسون. يأتي ذلك في أعقاب تأكيد 169 نائبا بريطانيا من حزب المحافظين دعمهم العلني لرئيس الوزراء البريطاني بعد اتهامه بخرق قواعد الإغلاق خلال جائحة كورونا بإقامة حفلات في داونينج ستريت.
ذكرت صحيفة لو فيجارو الفرنسية أن تجمع معا الذي يمثل حزب الرئيس ماكرون تصدر نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية في الخارج في 8 دوائر من أصل 11 دائرة. وبحسب استطلاعات رأي فإن معسكر الغالبية الرئاسية يشعر بالقلق لوجود فرضيات تمنح معسكر ماكرون أغلبية أقل من الأغلبية المطلقة ل 289 مقعدا، وترجح حصول تحالف أحزاب اليسار على نحو 170 إلى 205 مقاعد. واصل مجلس النواب جلساته حيث ناقش 56 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى، كما تضمنت الجلسة مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزيرة البيئة حول استراتيجية الوزارة لمواجهة التغيرات المناخية. جلسة جديدة لمجلس النواب استهلها رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي بإحالة 56 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة للنظر فيما ورد بها من توصيات، كما تضمنت الجلسة مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزيرة البيئة حول استراتيجية الوزارة لمواجهة التغيرات المناخية. آليات اللي بتتبعها الوزارة لمواجهة التلوث البيئي بشكل عام، خصوصا ان تلوث الهواء في بعض المدن بيصل ان هو يتخطى النسب والمعايير العالميه، ايضا الاجراءات المتعلقه بملف حمايه الشواطئ سواء العامه او الموجوده داخل القرى السياحيه. وزاره البيئه بالتوسع في تركيب محطات لرصد جوده الهواء على مستوى الجمهوريه، والتوسع في الرقابه من خلال فرق التفتيش على المنشات الصناعيه والمتابعه الدوريه لها، والإسراع في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بجميع أنواعها. وفي ردها على استفسارات النواب أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية عبارة عن خطة تقوم بها الدول المشاركة في الاتفاقية لتوضيح خفض الانبعاثات، وأشارت إلى أن مصر تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ كل ما يؤدي إلى مواجهة التغير المناخي. هذا وقد وافق مجلس النواب خلال جلسته على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الترتيبات بين مصر وكوريا الجنوبية بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي، وكذلك قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا المنصورة دمياط. أنا لما تفحصت وجبت القيمة الحالية للقرضين، طبعا لما يكون قرض بيتسدد على 40 سنة وفترة سماح 10 سنين وبسعر فايدة 15 نقطة أساس مش محصل 0.25%، يعني 15% يعني تقريبا شبه، لما بحسب القيمة الحالية هلاقيه ان المنحة جوه القرض واليسر اللي جوه القرض يوصل لحوالي 85%. وخلال الجلسة تلقى المجلس رسالتين من رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ومشروع القانون المقدم من أكثر من 10 أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون الاسم صندوق قادرون باختلاف. وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أشاد عدد من النواب بخطة الدولة لمواجهة آثار التغيرات المناخية. طبعا أنا تقدمت النهاردة بطلب مناقشة عامة مع لمعالي وزيرة البيئة عن التغيرات البيئية اللي بتحدث دي على مستوى العالم ككل، وإيه هي سياسة الحكومة وخطتها نحو هذا التأثير اللي بيتم على خصوصا بقى الدولة المصرية. بالنسبة للمناطق اللي أعلنت أمس مدينة الخارجة
في محافظة الوادي الجديد كمدينة صديقة للبيئة. فالحقيقة أنا قلت لوزيرة البيئة لماذا لا يتم تعميم هذه المدن، يعني تصبح كل محافظات مصر بمدنها هي صديقة للبيئة. إحنا محتاجين توسيع المساحة الخضراء داخل جمهورية مصر العربية للانقضاء على هذه التأثيرات السلبية. كنا بنقترح استبدال السيارات اللي بتعمل بالوقود الأحفوري بالسيارات اللي بتعمل بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، لأن الوقود الأحفوري مسؤول عن نسبة 25% من ملوثات البيئة وأزمة المناخ. ولهذا المنطلق احنا اقترحنا على الحكومة أن نعلن 5 محافظات تستبدل سياراتها اللي بتعمل بالوقود الأحفوري اللي هو البنزين يعني بالسيارات اللي بتعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية. تتواصل فعاليات معرض ومؤتمر صحة أفريقيا في نسخته الأولى لليوم الثاني على التوالي، ويقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة 350 شركة و2000 ممثل هيئات حكومية وقطاع خاص. لليوم الثاني على التوالي تتواصل فعاليات معرض ومؤتمر صحة أفريقيا في نسخته الأولى تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة 350 شركة و2000 ممثل لهيئات حكومية وقطاع خاص. الهيئة بقى عندها خبرة دلوقتي بعد النضج المؤسسي واجتياز الهيئة لتقييم الإسكوا اللي هو تقييم الهيئة العالمية اللي بتقيم المعتمدين، فإحنا أصبح عندنا اعتراف عالمي كهيئة اعتماد للجودة مصرية محلية باعتراف عالمي. المؤتمر والمعرض جيدان، فهناك العديد من العارضين والمشاركين، ونحن كمركز للسيطرة على الأمراض والوقاية منها نرى المؤتمر فرصة للقارة الإفريقية ليعرضوا ما لديهم وللوفود المشاركة أن يقدروا ما تملكه القارة، حتى إننا في وسط الجائحة يمكننا أن نخطط للمستقبل. أما بالنسبة للندوات النقاشية فهي ثرية جدا بالمعلومات وأعطت فرصة كبيرة للأسئلة والإجابات ولمشاركة شراكة الخبرات، وبهذا فهو مؤتمر جيد جدا. المؤتمر يهدف لدعم طرق التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين دول القارة الواعدة من أجل الارتقاء بالملف الطبي الإفريقي عن طريق تبادل الخبرات في الندوات والمؤتمرات النقاشية بين الخبراء والمتخصصين وفتح أبواب جديدة تسويقية للشركات. احنا النهاردة بنقدم حاجتين، عنصرين مهمين. العنصر الأول هو سيارة إسعاف هيئة إسعاف المصرية، ده أحدث موديل نزل مصر، ودي تجهيزات السيارات الخاصة بمبادرة فخامة الرئيس حياة كريمة. السيارة مجهزة بالكامل كوحدة عناية مركزة كاملة، بداية من تواجد الأكسجين للمريض، ثم جهاز تنفس صناعي، الأجهزة الخاصة بصدمات القلب، الأجهزة الخاصة بقياس العلامات الحيوية، كل التجهيزات المطلوبة للتعامل مع حالات الإصابات أو الحالات المرضية، كافة التجهيزات على مستوى عالي جدا. تمت دعوتنا لحضور المؤتمر كممثلين عن اتحاد طلاب الأفارقة. نحن سعيدون جدا بالمشاركة، حيث استطاع طلبة كلية الطب مقابلة الخبراء في الملف الطبي، فالندوات والمعرض كان شيئا جيدا بالنسبة لنا. في استفادات كثيرة، أولها أن الحمد لله منتجاتنا منتج مصري محلي 100% صنع، عجبت أغلب كل الزوار الحمد لله، وحصل تعاقدات كويسة نشكر ربنا. وفي يعني في ناس كتير ما كانت الحمد لله مش متأكدة أن ده بيصنع في مصر دلوقتي، فدي حاجة فادتنا كاقتصاديا أننا هنصدر لهم منتجات عالية الجودة. وتأتي استضافة مصر للمؤتمر الطبي الأفريقي الأول من نوعه ضمن توجه الدولة لتوطين الأطباء وصناعة الدواء، والذي يأتي ضمن استراتيجية التنمية المستدامة الإفريقية 2063 لتطوير وتنمية أطر التعاون الإفريقي في جميع المجالات وعلى رأسها المجال الطبي. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إيقاف معاشات جميع أصحاب البطاقات التقليدية لحين تحويلها إلى كروت ميزة اعتبارا من يونيو الجاري. وأكد المركز الإعلامي استمرار صرف المعاشات لجميع حامل البطاقات التقليدية بداية من شهر يونيو الجاري من خلال آليات الصرف الأخرى لحين الانتهاء من تحويل البطاقات إلى كروت ميزة، مشددا على أن الدولة مستمرة في الوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين دون أي انتقاص. أكدت وزيرة التخطيط هالة سعيد أن استضافة مصر لقمة المناخ COP27 تأتي في إطار العمل على تسريع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس.
جاء ذلك خلال لقاء مع وزيرة المالية الإندونيسية سيري مولياني لبحث سبل التعاون في مواجهة التحديات والمتغيرات الجيوسياسية التي تواجه دول العالم في الشهور الأخيرة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية وسبل دعم جهود الدول لمواجهة هذه التحديات. استقبل وزير الطيران المدني محمد منار سفير بولندا لدى مصر ميهاوا بيندا، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل الجوي. وتناول اللقاء سبل تنشيط الحركة الجوية بين البلدين والتي تشهد تطورا كبيرا، خاصة بعد استئناف تشغيل الشركة الوطنية البولندية رحلاتها من مطار وارسو إلى مطار القاهرة الدولي الأسبوع الماضي بعد توقف دام 9 سنوات، فضلا عن تشغيل شركات بولندية أخرى رحلاتها من مطارات وارسو وكاتوفيستا إلى مطاري الغردقة ومطروح. استقبل رئيس هيئة الدواء المصرية تامر عصام وفد منظمة الصحة العالمية، وقام الوفد بجولة تفقدية لمعامل الهيئة بمقر كفر الجبل، حيث أشاد الوفد بمجهودات الهيئة والتطور الملحوظ على الصعيدين الإجرائي والبنية التحتية، وهو ما أهلها للحصول على اعتماد المنظمة في مجال اللقاحات في وقت قياسي كأول دولة في الشرق الأوسط. كما ناقش الاجتماع خطط الهيئة نحو السير في الإجراءات الخاصة بالحصول على اعتماد المنظمة في مجال المستحضرات الصيدلية ومشتقات البلازما، وأيضا مراجعة الموقف النهائي الخاص بنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات، والعمل على التأكد من تنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن، وذلك لتوطين مثل هذه الصناعات الهامة والحيوية. أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي سعي الوزارة لميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الخدمات وتسهيل الإجراءات بالإضافة لإنجازها بصورة سريعة وحضارية. وخلال افتتاح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة كفر سعد بمحافظة دمياط بحضور المحافظ منال عوض، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تعمل على فصل مقدم الخدمة عن طالبها، بما يحقق رضا المواطن عن الخدمات المحلية المقدمة بالمحافظات. أطلقت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع إحدى الشركات مبادرة تأهيل وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج تحت شعار يدوم الفرح، وذلك بمحافظة الغربية. يأتي ذلك استكمالا للدور المجتمعي الذي تلعبه مؤسسة حياة كريمة لخدمة الفئات الأكثر احتياجا بجميع قرى ومراكز الجمهورية، حيث نظمت المؤسسة اليوم حفل تجهيز 200 عروسة من الفتيات غير القادرات على تجهيز أنفسهن بمحافظة الغربية. وقامت مؤسسة حياة كريمة بتوفير كل ما يلزم هذه الفتيات من أجهزة كهربائية. نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية قافلة طبية مجانية شاملة متعددة التخصصات بمنطقة الكيلو 17 التابع لمركز ومدينة القنطرة غرب بالتنسيق مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية. شملت القافلة عيادات متنقلة في 11 تخصصا طبيا، إضافة إلى معمل للطفيليات وآخر للدم وأدوية بالمجان. كما تضمنت القافلة ندوات تثقيف صحي للتوعية بأهمية لقاح كورونا وأهمية التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا. والآن مشاهدينا مع أهم أنباء المال والأعمال، تستعرضها لنا فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا محمد عبد، وشكرا إيمان منصور، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة.
أكد وزير البترول طارق الملا استمرار الجهود المبذولة لتأمين توافر المنتجات البترولية بأنواعها المختلفة للسوق المحلية وتأمين توافر الغاز الطبيعي والوقود لمحطات الكهرباء. جاء ذلك خلال اجتماع الملا مع عدد من قيادات قطاع البترول في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة تأمين إمدادات الوقود محليا. وشدد وزير البترول على أهمية متابعة الأرصدة من المنتجات البترولية والبوتاجاز من خلال المتابعة الدقيقة لحظيا لحركة تداولها بواسطة غرفة العمليات المركزية ومنظومتي المتابعة الإلكترونية اللتين تعملان بكفاءة في هذا الشأن عبر توظيف التكنولوجيات الرقمية الحديثة وتطبيقات التحول الرقمي. استقبل رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي وفد المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار لبحث الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومناطقها الصناعية المتكاملة والموانئ الست التابعة. وفي مستهل الزيارة قدم رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عرضا عن المنطقة وما تضمه من مناطق صناعية متكاملة في السخنة وشرق بورسعيد، إضافة إلى الأعمال الخاصة بموانئ الهيئة الاقتصادية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، واستعراض إمكانيات الهيئة لتوطين صناعة تموين السفن البحرية والاستغلال الجيد لموقع المنطقة الاقتصادية الجغرافية في مشروعات الهيدروجين الأخضر. من جانبه أعرب الوفد البريطاني عن سعادته بما أحرزته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سواء على مستوى الإجراءات أو التطلع لقطاعات صناعية بعينها، إضافة إلى ما لمسه على أرض الواقع وما تقوم به الهيئة لما يؤهلها للتأثير في الصناعة والتجارة العالمية. أكد رئيس البورصة المصرية محمد فريد أن مؤتمر البورصة الثالث للترويج للاستثمار في قنا يهدف إلى توعية المستثمرين بأهمية القيد في البورصة المصرية وكيفية الاستفادة من سوق المال في تنمية استثماراتهم واستغلال الفرص الربحية الحالية. وفي كلمة له على هامش انطلاق فعاليات المؤتمر، أضاف محمد فريد أن الحكومة تدعم البورصة المصرية عبر وضع برنامج لقيد عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة في سوق الأسهم بدءا من العام الجاري. نعرف الشركات العاملة في مختلف المحافظات وبالأخص في محافظة قنا، وهيستتبع هذا الأمر أيضا مؤتمر في محافظة الأقصر، إن احنا بنعرف الشركات بكيفية القيد في البورصة، قواعد القيد، مدى أهمية عملية القيد، وإيه المنافع اللي هم بتقدر هذه الشركات إنها تحصل عليها من خلال القيد وطرح أسهمها من خلال البورصات. وهنا بنبدأ الرحلة معاهم، لأن هو عملية القيد وطرح هذه الأسهم بتاخذ قدر من الوقت نتيجة تجهيز الشركة، تجهيز القوائم المالية للشركة بالطريقة التي يعني وفقا لمتطلبات البورصة، وده شق من المؤتمر. والشق الثاني من المؤتمر هو تعريف مختلف المستثمرين المحتملين كيفية الاستثمار في البورصة من خلال القنوات الشرعية لعملية الاستثمار. إلى البورصة المصرية، حيث تبانت المؤشرات بختام التعاملات إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا EGX 70 و EGX 100، وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 89 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 659 مليار و 829 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر EGX 30 عند مستوى 9986 نقطة وأغلق عند مستوى 9984 نقطة منخفضا بنسبة 1%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 1753 نقطة وأغلق عند مستوى 1762 نقطة مرتفعا بنسبة 49%. كما فتح مؤشر EGX 100 عند مستوى 2629 نقطة ليغلق عند مستوى 2639 نقطة مرتفعا بنسبة 4%. إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي نحو 18 جنيه و59 قرشا للشراء و18 جنيه و67 قرشا للبيع. أما بالنسبة لسعر اليورو فوصل سعره إلى 19 جنيه و95 قرشا للشراء و20 جنيه و4 قروش للبيع.
أما عن سعر الإسترليني فوصل سعره إلى 23 جنيه و35 قرشا للشراء و23 جنيه و46 قرشا للبيع. بالنسبة لأسعار العملات العربية، وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5 جنيهات و6 قروش للشراء و5 جنيهات و8 قروش للبيع. أما عن سعر الريال السعودي فوصل سعره إلى 4 جنيهات و95 قرشا للشراء و4 جنيهات و97 قرشا للبيع. تبيع دبي حصة أقلية في ميناء رئيسي ومنطقتي أعمال إلى صندوق تقاعد كندي، بما سيساعد الشركة الحكومية الإماراتية التي تدير تلك المنشآت على تقليل عبء ديونها. وأعلنت موانئ دبي العالمية أن الصندوق الكندي سيحصل على حصة تبلغ نسبتها نحو 22% عبر مشروع مشترك جديد معها. سيستثمر الصندوق بموجبه 5 مليارات دولار في 3 منشآت. واقترضت أكبر شركة لإدارة الموانئ في العالم نحو 8 مليارات و100 مليون دولار في عام 2020 لتمويل شراء دبي لحصة صغار المساهمين وإعادة الشركة للملكية الكاملة للحكومة. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية. عودة مرة أخرى لمحمد وإيمان لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا جزيلا لك فاطمة. تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير محمود المليجي الذي رحل في 6 يونيو عام 1983 بعد رحلة طويلة حافلة بالعطاء الفني. وقدم الفنان الراحل العديد من الأعمال الفنية والتي شكلت وجدان أجيال عديدة وتنوعت الأفلام بين الاجتماعية والسياسية. ولا مشاهدينا، نتابع المستجدات على الصحة الرياضية مرة أخرى مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا إيمان، شكرا محمد، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا وجولة رياضية جديدة. وقعت الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية وشركة Presentation Sports بروتوكول تعاون مع مجلس أبو ظبي الرياضي لإقامة مباراتي كأس السوبر المحلي المصري بين الفريقين الفائزين بدرع الدوري وكأس مصر للموسم الماضي 2020-2021 والموسم الحالي 2021-2022 بدولة الإمارات الشقيقة. يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والقوي بين الجانبين وروابط الوثيقة ووحدة المصير التي تجمع بين مصر والإمارات. وتعهد الجانب الإماراتي بتنظيم رائع لبطولتي كأس السوبر المحلي المصري نظرا لقيمتها الكبيرة من الناحية الفنية والجماهيرية والإعلامية والتسويقية. فيما أعرب مسؤول مجلس أبو ظبي الرياضي عن سعادتهم الغامرة باحتضان كأس السوبر المصري مجددا، والذي سيكون امتدادا رائعا لحضور الكرة المصرية بنجومها وإعلامها وجماهيرها على أرض دولة الإمارات. أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم إراحة النجم محمد صلاح في مباراة إثيوبيا بالجولة الثانية من تصفية كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها 9 يونيو الجاري. وأوضح الجهاز الفني للمنتخب الوطني أن القرار جاء عقب إجراء صلاح أشعة أثبتت إصابته بشد خفيف. هذا وتعافى حارس المنتخب الوطني محمد الشناوي من فيروس كورونا بعدما تحولت مسحته إلى سلبية. أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تمديد عقد لاعبه المخضرم جيمس ميلنر حتى عام 2023، وبذلك سيواصل ميلنر البالغ من العمر 36 عاما مسيرته مع ليفربول والتي بدأت في عام 2015 وتوج خلالها مع ريتس بلقب الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والعديد من البطولات الأخرى.
ارتقت التونسية أنس جابر إلى أعلى مرتبة في مسيرتها ضمن تصنيف رابطة المحترفات للتنس بعد تقدمها إلى المركز الرابع، وذلك بتتويجها في دورة مدريد وحلولها وصيفة للمصنفة الأولى البولندية إيغا شفيتونيك في دورة روما. وكانت أنس جابر البالغة من العمر 27 عاما قد ارتقت منتصف الشهر الماضي إلى المركز السادس في التصنيف الدولي. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لإيمان ومحمد لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة. أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة 8 صواريخ باليستية ردا على إطلاق كوريا الشمالية العدد نفسه من الصواريخ أمس الأحد. وعملية إطلاق الصواريخ هي ثاني استعراض مشترك للقوى من جانب الحلفاء في عهد الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سوك يول. والآن نتوقف مع استعراض للأرصاد الجوية وأحوال الطقس. أحوال الطقس معك فاطمة. شكرا إيمان، شكرا محمد، وأهلا بكم مجددا. وأخيرا ووقفة أخيرة مشاهدينا مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 35، الصغرى 24، الإسكندرية 30-22، مطروح 29-22، بورسعيد 30-22، إسماعيلية 36-22 وجوها حار. أما في السويس 30-21، العريش 31-22، طابة 34-22، شرم الشيخ 37-26، الغردقة 38-28 وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 40-24، أسوان 40-26، الوادي الجديد 40-26، شلاتين 35-24، حلايب 37-22 وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم.
بلقطة اليوم نصل لختام نشرة التاسعة. بقي أن نذكر حضراتكم بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يواجه باستكمال خطوات معرض تراثنا 2022 لمشاركة ممثلي كافة محافظات الجمهورية. مدبولي يلتقي وفد المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي ويؤكد تطلع الحكومة المصرية لآفاق أرحب من التعاون بين الجانبين. روسيا تهدد بضرب مراكز صنع القرار بكييف ردا على تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى. انتهت نشرة التاسعة.